جبت بطيخ، ايه رأيكم في حمارها؟ بس طلعت معسلة، انا كنت خايفة منها بالحقيقة، بس طلعت تحفة. قطعتها، وتعالوا شوفوا الفيديو انا قطعتها ازاي، ويلا بينا. بس اوعوا تنسوا المشاهدة والمتابعة عشان يوصلكوا كل جديد، ويلا بينا نقول بسم الله. مساء الخير عليكم، مساء الخير على احلى متابعين، كل سنة وانتم طيبين. اول مرة السنة دي اجيب البطيخ، انا ما بجيبوش في شهر بدري، هو طالع بدري بس ما يتجابش، بيبقى ماسخ او محدق وبيبقى اقرع الحقيقة، فهو يتاكل في اخر 5 6 7 بقية الشهر، كل ما بيقعد بيستوي بيبقى حلو. انا رحت قلت له بص انا عايزة واحدة وعلى ضمانتك انا هصورها، فهو قال لي هديكي احلى واحدة. اللي يضمني؟ قال لي ما بترنش او حاجة زي كده. بالطريقة دي بس ما شاء الله كبيرة، بس الواحد بيخاف من البطيخة، اصلها بتطلع يا قرع يا حمرة. بختك يا ابو مخيط زي ما بيقولوا. نسمي الله ونقول بسم الله ونفتحها، ويلا بينا. بسم الله، وعلى ضماناتكم انتوا بقى مش على ضمانات هو. بسم الله. هي يعني مش قوي قوي يعني، بس حلوة يعني، ما شاء الله حلوة. هنقطعها، هي قشرتها تخينة، الأيام دي تبقى قشرتها تخينة فبتبقى محدقة شوية، فأنا هدوقها وأقول لكم، عشان لو كده هروح أقول له صورت، أنا هصورك إنك أنت بتديني بطيخ أقرع. تمام، هقطعها بقى، أنا هقطعها عشان دي عايزة جمادية لأن قشرتها تعتبر تخينة. تمام، يلا بينا نقطعها. الحقيقة طعمها جميل جدا جدا، ولا شهر 7، جميلة قوي قوي بصراحة. بس بقى انا بقطعها ازاي، انا بمشي كده، بمشي السكينة كده، بقطع كده، اقرب لكم. تمام، مازن دخل لي قال لي ما تعمليها عصير احلى، قلت له لو طلعت مسخة هعملها عصير، بس طلعت حلوة، ممكن اعمل له برضو عصير شوية كده. خلاص، انا بقالها كام يوم الحقيقة ما عنديش مكان لها في التلاجة ان انا اقطعها، فبحطها في الارض، عشان كده انا ما بحبش الراجل يقطع لي بالسكينه بتاعته، السكينه بتاعته بتبقى محطوطه قدامه، دبانه حاجه، لا انا بجيبها مقفوله واسيبها، ما عنديش مكان، بسيبها في الارض مقفوله وتقعد يومين ثلاثه ومنها تستوي تبقى حلوه. بس النهارده بقى فضيت التلاجة كده بقى من الاكل شوية كده، ورحت اقطعها، قلت اقطعها بقى عشان ايه، انا هقطع نصها والنص التاني بغلفها واشيلها في التلاجة، لما تخلص ده بحطه في علبة، مثلا حطها في علبة. الحقيقة جميلة جدا 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 حلوة، وبذرها بشيامة، بذرها بشيامة دليل على انها كويسة. فين زمان بقى اللي كان فين الناموس، حاجة اسمها البطيخ الناموس الكبير وابيض، القشرة بتاعته بيضة. بصوا يا جماعة بقطعها ازاي، اجيب السكينة الكبيرة، بسم الله كده عشان هي كبيرة، اقطعها كده خلاص كده، اقطع كمان حتت بقى كده كده، عشان كبيرة بتبقى ملكتها صعبة شوية، عايزة بتبقى قدرها كبيرة.
تمام كده اهي. اقطع بقى اقطع وارجع لكم تاني واوريها لكم في النهايه. اتفضلوا معانا. خلاص كده قطعناها، وهنا نصها بقى غلفتها بالاسترتش والبسها كيس نايلو واحطها في الثلاجه. نخلص ده وده هعبي منه في علبه مغطى، لانه مش هيساب كده، هنتغدى وناكل منه بس عشان ما ياخدش مساحه في الثلاجه. واقول لكم تفضلوا معانا، وكل سنه وانتم طيبين، ودايما كده بعوضه ناكلوا بطيخ وشمام وفاكهه. والى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو. باي باي.